تبارك الله عجبني هذا المهرجان هذا في إفران، تبارك الله زوين. والمرة الجاية إن شاء الله نعاود نجي لعاودتهم إن شاء الله. السلام عليكم، اليوم أنا يا جيت المهرجان وصراحة عجبني، عجبني الأجواء اللي فيه والأمبيونس ومحيحين الحمد لله. وصراحة أول مرة تنحضر لهذا المهرجان وكل عام غنبقى نجي له، واخا أنا ماشي من مدينة إفران، إن شاء الله كل عام غنبقى نحضر له. تنظيم كان واعر، كل شيء في محله، كل شيء عجبني، كل شيء منظم، والحمد لله هذا من فضل الله. وكنتمنى ان شاء الله الاعوام الجايه ان شاء الله يا رب. السلام عليكم، انا من مدينه سيدي سليمان، جيت مهرجان. انا فرحانه بزاف بالاجواء اللي كاينه اليوم، كنشكرهم على هذه المبادره اللي داروا، شكرا بزاف. من مدينه سيدي سليمان مره كنحضر المهرجان وعجبني الحال بزاف. قبل كل شيء كنشكروا السلطات المحليه والناس اللي ساهرين على هذا نجاح هذا المهرجان، اللي في الحقيقه هو ثمره ديال مجهود كبير اللي دارته الجمعيه الثقافيه لمدينه غزو. واول مره حنا تنجي لهذا المهرجان، وتنشكروا الناس القائمين عليه. وكما كتشوفوا من الناس فرحانين، وهذه الاجواء هي اجواء عائليه واجواء احتفاليه. واخيرا كنشكروا كل من قام على نجاح هذا البرنامج. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.